بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدغن وصبغ للأكلين. الشجرة هنا هي شجرة الزيتون، تنبت بالدغن وصبغ للأكلين، اللي هو زيت الزيتون بيدهن بيه ويصبغ بيه الطعام ويكون أداة ناس تغمسه وتاكله. انا حاضر لحضراتكم هنا تحت الفيديو ده منشور هام جدا 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 عن علاج السكر بزيت الزيتون، وتجارب مع ناس السكر جاب مع زيت الزيتون جاب معاهم نتيجه فعاله وممتازه جدا. يا ريت تنسخوا المنشور ده وتنشروه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان الناس تستفيد. وصدق الله سبحانه وتعالى لما قال: وده يوريك عظمه زيت الزيتون وازاي الناس غفلت عنه. ناس كتير من الناس غفلت عنه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمسكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة لا شجر الزيتون، زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله النور من شاء الله. الآية دي من أعظم الآيات في سورة النور. ربنا سبحانه وتعالى بيشبه نوره، يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يبقى الكوكب الدري اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيشبه نفسه بيه بيوقد من شجر الزيتون. شوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى المتكبر العظيم يشبه نوره ان هو كان هذا النور مستمد من شجر الزيتون. وربنا بيقول ايه؟ ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، اللي هو زيت الزيتون، نور على نور يهدي الله. ده يوريك مدى لما ربنا سبحانه وتعالى يشبه نوره وعرشه سبحانه وتعالى بزيت الزيتون. يبقى تقدر تتخيل مدى عظمه زيت الزيتون في علاج الامراض. فالمنشور ده يعني هتقروه هتلاقي انه عظيم جدا، وفي فوائد كبيره للناس اللي عندها سكر. صدق الرسول عندما قال: كلوا من الشجرة المباركة وادهنوا به. كلوا من الشجرة المباركة، هي شجرة زيت زيتون مصداقا للآية في سورة المؤمنون. كلوا من الشجرة المباركة وادهنوا به. يا ريت تنسخوا المنشور ده وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.